قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يختمنا ولكم بالإيمان. و يعني أكدت ألا آتي اليوم لبعض الظروف التي عرضت، لكن أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. ودائما ننصح إخواننا خصوصا في باب الخطبة أن يكون هناك تحضير ذهني قبل التحضير الكتابي، قبل الأداء. ويعني اليوم حرصنا على عدم الخلف، ونسأل الله تعالى التوفيق. هذه المحاضرة الثانية مما ذكرناه في المحاضرة الأولى، خطورة يعني ما يتعلق بهذا الموضوع، وأنه أمانة، وأن هذه الأمانة تحتاج إلى من يحملها. وأشرنا إلى أن المقصود بدورة الخطابة ليس خصوص الخطيب، فالأمر أوسع من مجرد خطبة الجمعة، ولكن كل من يلقى الناس ويحرص على التأثير في الناس ويخالط الناس معني بهذه الدورة، سواء كان في خطبة الجمعة أو في أعم من ذلك فيما يتعلق بوسائل الدعوة عموما، ويعني التعرض لموعظة الناس ونصحهم وتعليمهم وتدريسهم. ومن ثم المسألة أوسع، تشمل عامة يعني الدعاة وأصحاب الأهداف والمواقف ومن لهم تأثير على الناس، هذه المعاني كلها تشملهم. فلفظ الخطيب ليس يضيق إلى خطبة الجمعة، وإنما يتسع إلى المواقف الأعم من ذلك. وقد حرصنا على يعني تقسيم الدورة إلى هذا التقسيم الذي ترونه، إن أركان علم الخطابة لا تخرج عن هذه المعاني الثلاثة: الخطيب والخطبة والجمهور. وهذه الأركان التي سوف نشتغل عليها. أول هذه الأركان وأهمها الخطيب، وسوف يعني نتكلم كما ترون عن صفاته، ونتكلم أيضا عن عيوبه، يعني العيوب التي تعرض له مما يضعف يعني أداءه، وأيضا بعض المسائل التي تتعلق بفقهه. ما يتعلق بصفاته، يعني المقصود بذلك إعداد الخطيب وما ينبغي أن يكون عليه، هذا في الحقيقة يشمل موضوعين مهمين، من حيث هو صاحب دعوة وصاحب رسالة ومعني بإرشاد الناس وتوجيههم، له صفات عامة من هذا الباب، فلا يخلو كل خطيب من هذه الصفات العامة التي يحتاجها المدرس والعالم والمفتي والواعظ والناصح والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. كل من يتعرض لمسائل الدعوة، الخطيب أخص الناس بهذه المعاني أيضا، لكن هذه الصفات تبقى صفات عامة يحتاجها الخطيب وغير الخطيب. وهناك أيضا صفات خاصة، إذا يعني كان خطيبا بالمعنى الأضيق، وقف على المنبر في يعني خطبة الجمعة أو في المسائل التي يحاضر فيها الناس، هو بحاجة إلى صفات أخص من هذا. سنبدأ اليوم بالصفات العامة التي يعني ينبغي أن يطالب كل واحد منا من يتصدى لهذا الباب أن يطالب نفسه بها. هذه الصفات يعني عامة تتعلق بكل داعية، ولا شك أن الخطيب أولى الناس بهذه المعاني. من أخص هذه الصفات العلم، ومعلوم أن المقصود بالعلم العلم بالقرآن وهداية القرآن، والعلم بالسنة ويعني النصوص وشروحها، العلم بالسيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وغزواته وأحواله وأخبار السلف رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتواريخهم، العلم كذلك بالأحكام الشرعية
لأن كل متعرض لهذه المعاني هو يعني معرض لأن يسأل، والعلم كذلك بالحكم التشريعية إن هذه تعين صاحب الرسالة على أداء رسالته. وهذا المعنى في الحقيقة معنى واسع، يعني ليس له حد، لكن المقصود أن الإنسان يحرص على أن يأخذ بكل شيء من ذلك بالطرف الذي يعني يصلح أن يكون مبتدأ، ثم يواصل إلى الممات، يواصل يعني الطلب، يواصل الانتفاع، يواصل الاحتكاك، سواء في جلسات المذاكرة مع إخوانه وأقرانه، أو بدوام التلقي على مشايخه، أو حتى بالانتفاع من بعض طلبته وبعض من يحتك بهم. ومن يعرف قدر العلم يعلم أنه ليس له كبير، والأمر كما قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ومن توفيق صاحب العلم أن يأخذ عن كل الطبقات، وأن لا يدع فرصة يتعلم يعني منها إلا وفعل. وفي نفس الوقت من أخص صفات العلم، بل هذا نصف العلم، أن يعرف متى يسكت، ومتى يقول لا أدري، ومتى لا يتحرج عن أن يعني يتوقف ولا يتكلم. ومعلوم أنه إذا لم يفعل ذلك لدخل في الوعيد في من يعني يتقول على الله عز وجل بغير علم، وهذا من أشد مراتب الوعيد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي لا يعرف متى يقول لا أدري، ولا يعرف متى يقول سل غيري، ولا يعرف متى يقول الله أعلم، ليس في قاموسي هذه المعاني، هذا لا شك أنه جريء على الله عز وجل وجريء على العلم، لا شك أنه بعيد من هذه المعاني. تعرف الرجل يعني الذي علمه غزير بأنه يتوقف، وأنه أحيانا يسكت، وأنه أحيانا يمتنع عن الجواب. وإذا لم تجد هذا ممن يتصدى لهذه المعاني، فاعلم أنه قليل البضاعة. قد رأينا من العلماء الكبار في المواطن الكبار التي تزدحم فيها يعني أفواج الطلاب، لا يتحرج أبدا أن يقول ما أدري. الذي كان يراجع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في فتاواه، ومن المهم جدا أن الإنسان يعني يستمع إلى كثير من فتاوى أهل العلم، حتى ليس فقط لأجل معرفة الفروع والمسائل، بقدر ما هو محتاج إلى معرفة يعني كيف يتأدب بأداب هؤلاء. يعني قدر لي أن أمكث يعني سنة كاملة، كنت في ظروف معينة وكان الوقت يعني يتسع لهذا، فكنت أسمع لفتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. فمن أخص ما كنا نتعلمه منه هذه المعاني، أن الشيخ على الهوى وفي الإذاعة يقال السؤال فيقول له أعد السؤال، يعيد السؤال، يقول ما عندي فيها شيء، نراجع هذه المسألة. وهذا الشيخ ابن باز الذي كان يعني من أعلم علماء عصره، وكان يعني مفتيا للمملكة، لا يتحرج مرات عديدة أن يقول ما عندي فيها شيء والله، نراجع هذه المسألة. هذا طبعا من حيث الكلام سهل، لكن من حيث الواقع الذي يعرض عليه السؤال والمسألة على الهواء، هذا هو العلم في الحقيقة. فبقدر ما يكون صاحب الدعوة حريصا على العلم، بقدر ما يكون حريصا على أن يتوقف إذا لم يكن عنده شيء، وإذا نفع الله عز وجل به فينتفع الناس بهذا ربما أكثر مما يعني ينتفعون يعني الذهن السيال والجواب الحاضر. وقد حضرت مجلسا للشيخ الألباني وسئل سؤالا فقال لو أردت أن أجيب لأجبت، لكن أو كان الشيخ يعني كأنه رد في مسألة من المسائل، فقال لو أردت أن أخرج منها لخرجت، لكن يعني الرجوع إلى الحق أولى، وكأنه يعني قبل النصيحة ورجع إلى قول من قال. أظن كانت مسألة أنه في بعض كتبه قال والله على ما يشاء قدير، فيعني قال له السائل يعني لو قلت والله على كل شيء قدير على ما يشاء وما لا يشاء، فقال لو أردت أن أخرج منها لخرجت، لكن أرجع يعني إلى هذا هو أوفق وأولى إن شاء الله. انظر إلى يعني دي في الحقيقة ثمرة العلم،
التي نريد أن نصل إليها، ليس مجرد بعض المسائل وبعض الكتب وبعض يعني الفهوم وبعض العلوم، وإلا فهذا من أعظم أسباب التوفيق. بخلاف هذا يغيب التوفيق، وإذا غاب التوفيق خصوصا عن يعني الخطيب فإنه سيفسد كثيرا، ويعني سيضل كثيرا، بل سيعني يكون أضحوكة بين الناس، لأن الزلل يعني زلة العالم مضروب، العالم مضروب له الطبل كما يقولون، يعني الناس كلها يتحدثون بها ويتسامعون بها. أذكر أن بعض إخواننا يعني من أهل العلم حضر إلى بلادنا، واتفق أنه ما يدري يعني أي مكان، وحضرت الجمعة فذهب وسمع، فاتفق أنه صلى في أي مكان، فرأى الرجل وكان معه بعض يعني إخوان، فرأى الخطيب يعني منفعلا ويقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوديان أو نصرانيان أو مجوسيان، فجعل أحدهم ينظر الآخر يقول ما هذا العلم الذي يعني في هذه البلاد. يعني قد ينزل الرجل إلى هذا المستوى لأنه جريء على العلم، ولا يتحرج من يعني أن يخبط خبط عشواء. على كل حال هذا باب واسع، وأعتقد أن حضراتكم يعني تقرؤون ولا بد في كتب أداب الطلب وما ينبغي أن يراعى في هذه المسائل. من أخص الصفات العامة التي يحتاج إليها كذلك الخطيب الديانة، والديانة هي ثمرة العلم في الحقيقة، وهي العمل بالعلم ويعني التأثر ببركته، وأنت ترى هذا في وجه كل صاحب يعني كلمة وكل صاحب نصيحة. إنما العلم الخشية، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه المعاني في الحقيقة يعني هي جملة ما نقصده بالديانة. العمل إذا لم يعمل بعلمه كما قال مالك بن دينار، زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، وكما قالوا من لم يكابد الليل وسهره وقيامه فكيف يسمع منه فضل من قامه وأحياه. وهل يتأثر الناس بمثل القدوة؟ يعني الناس يقتدون بسمت وهدي ودل وأثر الديانة في وجه الخطيب أكثر مما يتأثرون بالكلمات المنمقة المسجوعة والأقوال يعني المرتبة التي سيقت أحسن مساق. لكن الروح، هذه الروح في الحقيقة تنبع من الديانة، التي الكلام إذا خرج من القلب دخل إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذان. وهذه المسألة هي في الحقيقة من أهم ما يحتاج إليه الناس. الناس بحاجة إلى الخطيب المؤثر الذي يعني يظهر فيه هذه المعاني. ولهذا يعني يقولون هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ يعني إذا كان العود به عوج فكيف يعني يصبح الظل مستقيما؟ فالناس يعني يتابعون الخطيب في هذه المعاني أكثر من مجرد الكلام. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك ينفع إن وعظت ويقتدى بالعلم منك، وهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. ولذلك في الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالراحة، فيقال يعني أو يجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. إذن يعني هذه المعاني بحاجة إلى تحقيق، بحاجة إلى تدقيق، بحاجة إلى ممارسة، بحاجة إلى معالجة، بحاجة إلى اهتمام من كل خطيب. ليست القضية فقط في تحضير يعني المادة وإلقائها على الناس، بقدر ما القضية في كيف يعني أستوعب هذه المعاني في خاصة نفسي. فالخطيب أول ما يحدث نفسه، وأول من ينتفع به هو يعني نفسه، وبقدر تأثره في نفسه بقدر يعني ما يكون من يعني أثر الناس. وفي الحديث أيضا رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار،
فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال الله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذا كان الإنسان يعني غير موفق في ديانته فإنه يعني ربما يقتدى به في غير ما ينفع ولا يفيد. من أخص الصفات العامة أيضا التي يعني يطالب بها كل صاحب دعوة والخطيب يعني أولى الناس بهذا الصدق، والصدق ثمرة الديانة. إذا قلنا من صفاته الديانة فإن الصدق ثمرة الديانة، من يقوم إلى الله تعالى بالدعوة يلحظ نفسه ويعالج هذه المعاني، وإلا يعني أحيانا ما يتعرض كثير ممن يعالج هذه الأمور لبعض الخلل حين يعني تشت المقاصد وتنبو النوايا، يذهب الإنسان إلى بعض الأغراض والأعواض والأعراض، وهذا يعني لا يسلم منه أحد وليس لذلك يعني كبير. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فحرص الإنسان على الصدق ومعرفته أن الصادق يوفق وأخذه بأسباب الصدق، لا شك أن هذا يعني من أهم ما يراعيه الخطيب في خاصة نفسه. ومن كلام ابن القيم أنه لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع في عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والحوت والضب، يعني هذه أمور لا يتصور اجتماع. الحقيقة أن عمليا من الصعب أن الإنسان يستديم هذا المعنى إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبحرص على قراءة آثار السلف وبمطالبة النفس بمقتضى هذا المعنى ومحاسبة النفس. ولهذا ترى الخطيب دائما في شغل، وهكذا كل صاحب دعوة كما قال الحسن لما فعلت كذا وهل فعلت كذا وما حملك على كذا، يعني يراجع نفسه حتى تبقى حرارة الصدق في نفسه. من أخص الصفات التي يحتاج إليها الخطيب أيضا الاعتزاز بالهوية، الاعتزاز بالهوية وقوة الانتماء. فإن الناس يعني ينزلون من الخطيب ومن الداعية يعني منزلة المتلقي والمستفيد والمتعلم، والطباع سراقة. وإذا وجدنا يعني هذا المتحدث وهذا الذي ينبري لهذه الأمور عنده من معاني يعني صدق الانتماء وقوة الهوية والاعتزاز بما ينتسب إليه، لا شك أن هذا مؤثر جدا ومفيد جدا ودافع يعني المدعوين إلى أن ينتقلوا نقلة عجيبة، خصوصا في الأزمان التي غلب فيها معاني الهزيمة النفسية والانكسار الحضاري والتراجع الذي يعني غلب على كثير من الخاصة قبل العامة، خصوصا مع النوازل التي تجعل الناس يصيبهم الإحباط ويصيبهم اليأس أحيانا والعياذ بالله. يأتي دور الخطيب وهو يعني واثق يعني من منهجه وواضح الهدف وحريص على الظهور بمظهر صاحب الدعوة الذي هو على بينة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هذه المعاني كلها إذا تحقق يعني بها الخطيب لا شك أن هذا مفيد. يعين على هذا استحضار المعاني العامة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شرف هذه الأمة وفي فضيلة هذه الأمة وفي يعني رسالة هذه الأمة، كما في الصحيح أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. إذا عرف الإنسان هذا المعنى، وفي حديث الشفاعة أيضا أو في حديث الصحيح يا آدم أخرج بعث النار، وفيه يعني لما شق على الصحابة ما رأوا من كثرة أهل النار بالنسبة لأهل الجنة قال لهم أبشروا وأملوا فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة قال ثلث أهل الجنة فكبروا فقال بل شطر أهل الجنة. هذه المعاني استشعار المسلم بالهوية التي ينتمي إليها والمعنى الذي وفق إليه
استشعار الخطيب بهذا العز سوف ينتقل ولا شك إلى المخاطبين، وتركيز الخطيب أيضا على هذا المعنى، خصوصا وهو يعلم أنه ما بقي وحي في هذه الدنيا إلا عند المسلمين، وكل ما كان عند غيره من الأمم حتى من أهل الكتاب حرف وبدل ويعني لعبت فيه أيدي المحرفين، ويبقى هذا الدين يعني وحيا أوحاه الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا. هذه المعاني استشعار الشرف بها لا شك أنه يعني رسالة الخطيب حتى يعرف الناس أنهم على بينة. من أخص هذه الصفات وهي صفات عامة أيضا التي يحتاج إليها الخطيب وكل من يمارس الدعوة إلى الله عز وجل، وضوح الهدف. ووضوح الهدف هذه أيضا، لأن كثير من الناس يكون عنده نوع من الحيرة، خاصة مع كثرة ما يسمع، مع كثرة التقلبات في السياسة والآراء والأقوال، يأتي على الناس لحظات يكون فيها كل شيء عرضة للثوابت، كلها يعني تهتز حتى الثوابت التي ربي عليها الناس. فيأتي المتكلم والخطيب والداعي إذا كان يعرف هدفه ويعرف ماذا يريد لنفسه وماذا يريد للمدعوين، ويظهر هذه الثقة، لا شك أن هذا يدفع عن الناس الحيرة. وهذا في الحقيقة يعني تطبيقاته كثيرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. معلوم في السيرة لما جاء عتبة ابن ربيعة وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، كنت تريد مالا، كنت تريد يعني ملكا، كنت تريد زوجة، كل العروض المتاحة من وجهة نظري اللي هي تمثل كل المعاني التي يريدها الناس من الدنيا، هنا تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ فاسمع إذن. قرأ عليه صدر سورة فصلت، وفيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. هذا الوضوح في الهدف الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني بحاجة إلى أن يكون عند كل خطيب وكل معالج لهذه الأمور. ولهذا لما وقف ربيعة أو لما وقف ربيعة بن عامر أمام رستم وقال له: من أنتم؟ واضح جدا في جوابه هذا المعنى، واضح الهدف. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلمات واضحة محددة يقولها على البديهة وهو واقف أمام يعني كبير من كبراء العدو في لحظات تزل فيها الأقدام. وهنا يظهر قيمة وضوح الهدف، إن واضح الهدف لا يتلعثم، وإنما يعرف يعني القضايا ويعرف قيمه ويعرف أولوياته ويعرف يعني ماذا يريد لنفسه وماذا يريد من الناس، ويعرف بماذا يبدأ وبماذا ينتهي. هذا المعنى في الحقيقة يعني مما يعني يزيد الخطيب قوة وتأثيرا في الناس الذين هم مادة دعوته. من الصفات العامة أيضا المهمة الشعور بالمسؤولية. كل خطيب ومتعرض لمعاني الدعوة بحاجة إلى أن يكون مستشعرا للمسؤولية، حاملا للأمانة، يعرف المصاحب رسالة، يعرف أنه يعني وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ثم هو يعني حامل لهذا العلم. وهذا في الحقيقة كان في غاية الوضوح من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد بعده من يعني الخلفاء إلا وهو يسلك نفس السبيل، ويظهر يعني روح المسؤولية في كل تصرفاته، حتى في مواطن الفتن والخلل والزلل ومواطن يعني اختلاط الأمور، كموقف يعني أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين لما كان عمر يعني يخالفه بداية الدولة، وقد يظن بعض الناس أن من الحكمة يعني بعض التنازلات واحتواء الناس لأجل أن تستقيم سياسة الناس ونحو ذلك. فوقف يعني أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الموقف سجله له
التاريخ وهو من علامات فضله وأمارات يعني توفيقه، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني حاربتهم عليه. هذا الموقف الثابت يبين خطورة المسؤولية. نفس الكلام في الأثر المذكور عن عمر في زمانه لما قال لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يعني أسأل عنها، لما لم تمهد لها الطريق. استشعار المسؤولية إلى هذا الحد هو الذي كان شعار الموفقين وأصحاب الهمم في زمان عثمان رضي الله عنه. امتنع عثمان عن أن يتعرض أحد ممن حوله، كانوا جاهزين جماعات من أبناء الصحابة لما حصره أهل الفتنة، امتنع رضي الله عنه حتى لا تكون دماء، حتى لا يفتح بابا للدماء، وقتل يعني صابرا محتسبا رضي الله عنه. هذه المعاني تجدها في ما الذي دفع عثمان إلى هذا، مع أنه ضحى بنفسه، استشعار المسؤولية وحمل هذه الأمانة الذي يعني ينبغي أن يكون شعار كل صاحب رسالة. أعتقد يعني موقف الإمام أحمد من الفتن في فتنة خلق القرآن أيضا وثباته على موقفه، ولو أدى ذلك إلى الضرب والجلد والسجن، وقد دخل عليه، وهذا من الطرائف يعني بعض الناس كان معه وقال له تستطيع أن تترخص، يعني الأمر فيه سعة، لا شك أن هناك سعة في الترخص عموما في مواطن، لكنه يعني قال له يا أبا سعيد لو كان هذا فهمك فقد استرحت. يعني القضية بهذا الضيق، أن القضية مسألة ترخص ومسألة تمر وأنت لست في حل، فنظر إلى قوة في السجن وقال انظر، وجد الناس في خارج الساحة ينتظرون ماذا يقول أحمد رحمه الله تعالى، قال انظر إلى هؤلاء. يعني استشعار صاحب الدعوة أن وراءه ناسا يتأثرون بكلامه ويتابعونه على أقواله، فلو ترخص ترخصوا ولو ثبت ثبتوا. هذا معنى مهم جدا، لأن الناس عادة يتأثرون يعني أصحاب الوجاهة فيه، ولا شك أن الخطباء من أخص هذه الطبقات. من المعاني العامة أيضا، الصفات العامة التي يحتاجها كل خطيب، علو الهمة في البذل للدين، لأن بضاعتنا نقول للناس يعني احرصوا على هذا، ونحدثهم عن الجهاد ونحدثهم عن النفقات ونحدثهم عن أن الإنسان قد يعني يبذل روحه. طيب لابد أن يروا هذا في صاحب يعني الرسالة، لابد ونحن نتكلم في الناس أن يروا فينا من المعاني العملية أننا على استعداد فعلا لأن نبذل أرواحنا ونفوسنا وكل غال ونفيس في نصرة هذا الدين. وأعتقد أن الصحابة يعني كانوا المنتهى في هذا الباب، وكلكم يعرف يعني مواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف موقف زيد رحمه الله لما أخذ أسيرا لكي يقتل وقالوا له أيسرك أن محمدا مكانك وأنك في أهلك، فقال رضي الله عنه ما يسرني أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنني في أهلي. يعني ليس فقط لست أقارن بين أن يكون مكاني وأكون مكانه، لا، أنا أفديه في أن تصيبه شوكة وهو في أهلي وهو في مكان. هذا علو الهمة وبذل في نصرة هذا الدين، وهذه مواقف فردية تمخضت عنها مواقف جماعية، يعني كان كل واحد في ذاته هكذا، كموقف بلال رحمه الله تعالى لما يعني كان يعذب على الإسلام وكان يصبر مع أنه كان له رخصة أيضا، لكن مسألة الإظهار يعني هذا المعنى الذي يغيظ الكافرين والذي يفيد المؤمنين، مواقف فردية يتمخض عنها مواقف جماعية، الذي قالته الصحابة يوم بدر لو استعرضت بين البحر ما لخضناه معك في سبيل الله، وقبل ذلك في بيعة العقبة لما يعني شاع الخبر أن يعني محمدا لقي القوم، قالت الأنصار إن شئت لنغيرن على أهل منا، قال لم أمر بذلك. كان الأنصار يعني هؤلاء السبعون مستعدين لأن يغيروا على أهل منا بسيوفهم، وأهل منا يمثلون
يعني جمهرة الحجيج وحسبك أن فيهم قريشا والأرض يعني مكة، قضية البذل من غير حساب. هذا المعنى إذا رآه الناس ثبتوا، وإذا رأوا قوة الخطيب وجلده وثباته، وأنه ليس فقط يعني بائع كلام ومجرد يعني معاني ينقلها، وإنما هو على قدر هذه المعاني، لا شك أن هذا مؤثر جدا. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. ونفس الشريف لها غايتان، بلوغ المنايا ونيل المنى. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغز إليه الخطى. لعمرك هذا ممات الرجال، ومن رام موتا شريفا فذا. فحرص الإنسان على هذه المعاني وإبرازها لا شك يجعل المتأثر به والمنتفع بكلامه يعني عاليا. كذلك من الصفات التي يطالب بها الخطيب في خاصة نفسه، وهي من الصفات العامة في كل صاحب دعوة، مسألة الورع. الورع يظهر ذلك في اتقاء الشبهات، وهذا أيضا يعني باب كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، إذا مد أحدهم يعلم يعني أبناءه وأحفاده، إذا مد أحدهم يده على تمر الصدقة كان يقول للحسن: كخ كخ، أو ما علمت أن لا نأكل من تمر الصدقة؟ مع أن هذه التمرة يعني طفل أخذها ولا يدري ما هي. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بتمرة يعني ساقطة في الأرض، قال: لولا أني، أو لولا أن تكون من الصدقة، أو لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلته. وأنه ليس متأكدا أنها من الصدقة، وهي في معنى اللقطة، لكن هو يعني لا يأكل من الصدقة صلى الله عليه وسلم. فكان من ورعه يتحاشى مثل ذلك. وعلى هذا مضى السلف رضي الله عنه. جاء عمر رضي الله عنه، جاءه مسك البحرين، فطلب امرأة يعني تزن هذا المسك، وأبى أن تفعل هذا يعني عاتكة زوجته، وقال لها يعني: أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا وتمسحي به عنقك، يعني بعد ما تخلص قسمته بين المسلمين تمسح عنقه بما بقي في يده، ولابد أن يحدث شيء من هذا. فهو يعني تورع عن مثل هذا. ومن عجيب ذلك أن عمر بن عبد العزيز لما كان يؤتى بنحو مسك ونحو يقسمه بين المسلمين كان يمسك أنفه خشية أن يعني يشم منه، مع أن هذا مباح ولا يقلل منه، لكن مسألة الورع وأن الإنسان يحاسب نفسه إلى هذا الحد. طبعا الورع درجات ومراتب، ولا يليق بأمثالنا الوصول إلى هذه المرتبة من الورع أو المراتب العاليات مع يعني الحال الذي نرى، لكن هذا يعتبر يعني حد كلما نظرنا إليه واستشرفناه وحرصنا على أن نقترب منه. فأولى الناس يعني هذه المعاني أصحاب الصدارة والكلمة والنصيحة والموعظة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الباب حين زارته صفية زوجه وهو معتكف، فقام معها ليقلبها، فمر به رجلان من الأنصار فقال: على رسلكما، إنها صفية. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، الإنسان لا يضع نفسه موضع الشبهة، من الإنسان ينأى عن، خصوصا إذا كان يشار إليه. تخيل لما الناس تنقل عن خطيب أو عن يعني صاحب دعوة أو صاحب رسالة كلمة لا تليق، مهم جدا. وإذا سلم أحد من هذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: على رسلكما، إنها صفية، يعني حتى لا يظن شيئا. ولا شك أنه هذا المعنى يعني قرع أذهان الصحابيين أنصاريين، قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما كنا لنقع في هذا، في إساءة الظن. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم ما شاء. الحقيقة أن هذه الخشية على الناس ليس عليه صلى الله عليه وسلم، هو خشي لأن لو ظن هذا الأنصاري هذا الظن في النبي صلى الله عليه وسلم لهلك، فخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: على رسليكما، إنها صفية. فهذا المعنى يصحح أن من عند العوام إن الإنسان ما دام يعني يضبط ما بينه وبين الله، ما دام على
الطاعة ولم يقارف إثما فلا عليه ما ظن الناس. لا، الإنسان مطالب أن يذب عن عرضه، مطالب ألا يتسبب في وقوع الناس في يعني إساءة الظن، وهذا كله يعني أصله الحرص على هذه المعاني من الورع. من المعاني أيضا العامة التي يحتاج إليها كل صاحب دعوة، والخطيب من أخص الناس بهذه المعاني، معنى الاحتساب، أن الإنسان يعرف قيمة الاحتساب، وأنه يعني لا يطلب أجره من الناس، وإنما أجره على الله، كما كان شعار كل نبي من الأنبياء: إن أجري إلا على الله، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. هذه المعاني مهمة جدا، معنى الاحتساب، أن يكون الإنسان همه بما يعالجه من مسائل الدعوة في خطابة أو في تدريس أو في موعظة أو في نصيحة، قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ويعني معرفة أن صاحب الدعوة صاحب رسالة، ليس موظفا يؤدي يعني دوره في مقابل أجره، حتى لو يعني اضطر لحاجته وتفرغه وانقطاعه انه ياخذ اجرا، وهذا لا شك فيه سعه، سواء كان من يعني بيت المال، وهذا اوسع واطيب واحل، او كان يعني من بعض الجهات، وهذا في نفس المعنى. هو في كل هذا يحتسب انه متفرغ ل يعني ياخذ الاجر على تفرغه لا على اصل المعنى، بمعنى انه لو كان عنده يسار، لو كان عنده يعني فضل مال ونحو ذلك لم تنع عن أن يأخذ، لأنه لا يفعل هذا تكسبا، وإنما هو حريص على أداء هذه الرسالة، فيصبح كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجره، لأن أم موسى رضي الله عنها يعني لو لم تأخذ أجرا لحرصت على إرضاع ولدها، هي كانت في غاية التأثر، وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره، و وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني على ولدها وتأثرا به، فهي ما حدثت نفسها بالأجر، بل هي كانت تمنت لو تدفع كل شيء حتى تحتضن وليدها، وإذا بقدر العز أنها تطلب أن ترضعه، ترضع ولدها وأن تأخذ أيضا أجرها. فصاحب الدعوة صاحب الرسالة هو محتسب في دعوته، هو سيقوم بهذا الدور وسيقوم بهذه الرسالة، وهو يحتسب بهذا المعنى وجه الله سبحانه وتعالى. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. ولهذا يعني بحث العلماء في آية هود وفي غيرها هذا المعنى، جواز أخذ الأجرة على القربات وعلى الأعمال الاحتسابية من تعليم القرآن، ويعني تفرغ لإمامة الناس ونحو ذلك، وجماهير أهل العلم على الجواز بناء على أنه متفرغ لهذا الأمر، يعني وقد حبس وقته عليه وليس عنده وقت للشغل. وبعض أهل العلم منع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن كالأحناف، ولهم أيضا وجه كلامهم فيه وجه، لكن الصحيح أن الأمر فيه سعة، وأن الضابط هنا يرجع إلى النية والقصد. لما ولي أبو بكر رضي الله عنه أصبح وقد غدا إلى السوق، فقال له أصحابه: إلى أين؟ قال: يعني أكتسب لعيالي، هو الخليفة. قالوا له: ما يحسن بك هذا؟ ففرضوا له نصف شاة في اليوم، ويعني قبل أبو بكر رضي الله عنه مثل هذا. فالمقصود روح الاحتساب تكون موجودة في صاحب الدعوة، خطيبا كان أو يعني داعية، حتى لو كان موظفا في الأوقاف أو في نحوها. هذا المعنى من أهم المعاني التي تعين صاحب الرسالة على رسالته. من المعاني أيضا المهمة، لأن الناس يعني يحاكمونه إلى هذه القيم التي يعلمهم إياها، معنى حسن الخلق. وصاحب الدعوة بضاعته وعظ الناس وتعليم الناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس وربط الناس بالمثل الأعلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذه المعاني كلها في الحق تدور حول هذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأحسنكم أو أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. وقال: الدين حسن الخلق.
وقال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغ الصائم لا يفطر، القائم لا يفطر. فهذا المعنى في الحقيقة نحن نقوله للناس كثيرا، والناس يعني لا يعني يشغلهم مجرد هذه النصوص التي يحفظونها، وإنما يشغلهم في الحقيقة قدر هذه المعاني في شخصية الداعية. وبعض الناس قد يتعمد أن يختبر يعني الداعية في مثل هذا، كأن يشدد عليه في سؤال، كان يعني يعارضه بطريقة أو بأخرى، وينظر أثر هذه المعاني في شخصية صاحب الدعوة. فمن المهم جدا ألا يقتصر حسن الخلق على النصوص التي ننقلها في منزلة حسن الخلق وفضيلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا عبارة عن معاني حية يراها المدعوون في شخصية الداعية، إن كان خطيبا أو معلما أو مدرسا. مجموع أو منظومة القيم العامة التي ترجع إليها الأخلاق الحسنة التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحرص عليها أصحابه، لابد أن يكون هذا المتكلم عنده كثير. إذا طلبنا يعني مروءته وجدناه، وإذا نظرنا في حيائه ألفيناه، وإذا يعني عاينا صبره وجدنا مثل ذلك. الرفق، الحلم، كل هذه المعاني في الحقيقة تأثيره يكون أقوى إذا كانت على سبيل الطريقة العملية وليس مجرد الكلامية. من الصفات العامة التي يتحلى بها الخطيب أيضا قوة الثقة بالله عز وجل، ويعني حسن الظن في وعد الله سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا كثيرة في بعض المواطن، وبعض الناس يعني يكون إذا رأى يعني دولة لأهل الباطل على أهل الحق يصيبهم يعني شيء من بل إن بعض الناس قد يرتد عن دينه، خصوصا إذا يعني، وهذا يستعمل في وسائل التنصير ونحو ذلك، إنهم يقولون يعني إن بلاد النصارى الآن أعدادها أكثر من المسلمين، وأنهم يمثلون العالم الأول المتحضر ونحو ذلك. العوام هوام قد يتأثرون بمثل هذا، فإذا وجد الداعي الذي يعرف يعني كيف يقدر هذه النصوص التي وعد الله عز وجل بها بالنصر والتمكين والظفر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآيات، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. إذا تحقق صاحب الدعوة من هذه المعاني سوف يعني ينطبع هذا المعنى في نفوس الناس، فيزدادون قوة في الثقة بموعود الله عز وجل. ويعينك على هذا الحرص على إبراز المعاني السيرة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أحرج الأوقات، كما في غزوة الخندق مثلا، وقد اجتمع عليهم شدة البرد مع شدة الجوع مع شدة الخوف، هذا الثالوث المرعب، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذا البرد القارس حين يعجز الصحابة الجماعة منهم عن يعني صخرة من الصخور، يأخذ النفس المعول ويضرب الضرب يقول الله أكبر، فتحت خزائن كسرى وخزائن قيصر. هذه الثقة في لحظات هم أحوج ما يكونون وأضعف ما يكونون، لا شك أن هذا كان له أبلغ الأثر على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المعاني مهمة، لهذا كان ينزل في بداية المجتمع أو في بداية العهد المكي، والصحابة يعني يعذبون في الله عز وجل، والمشركون لهم الغلبة والقوة والمنعة. كانت الآيات تنزل إن هو إلا ذكر للعالمين، وهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى سيعز دينه وينصر يعني نبيه ويبسط شريعته. هذا المعنى مهم خاصة في أزمنة الفتن والانكسار والهزيمة، يحتاج الناس أن يلتفوا حول رموزهم فيجدوا فيهم هذه المعاني، وهذا ما كان الصحابة يجدونه في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
فزع أهل المدينة يوما، فخرجوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا يقول لم تراعوا لم تراعوا. انظر إلى يعني قوته وإلى موقفه. كذلك كان العلماء وأهل الدعوة، كما كان ابن القيم يذكر عن شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، يقول يعني كنا إذا ساءت بنا الظنون واشتد بنا الأمر أتيناه، فما هو إلا أن نرى فيعني يزول عنا ما نجد يعني من المواطن التي قد تعرض للإنسان. أولى الناس بهذا، ولهذا في النوازل الناس عينهم على من؟ على كبرائهم وعلى يعني خطبائهم وعلى وعاظهم. في مواطن الفتن الناس لابد أن يصلوا الجمعة، أحيانا تكون الفتن يعني قريبة العهد الخميس الأربعاء، يذهب الناس إلى الجمعة ولسان حالهم ومقالهم أحيانا سننظر ماذا يقول الخطيب، خاصة لو كان خطيبا معروفا ويعني موضع ثقة عند الناس، ينتظرون كيف يعني يقوم الأحداث، كيف يحللها، ما المطلوب منا في هذا الموطن. أحيانا تكون الأحداث أكبر يعني وأخطر وفيها نوع من يعني الشدة والبأس، هنا يظهر قوة يعني بأس الخطيب وحسن موقفه وقوة ثقته في الله سبحانه وتعالى. من الصفات المهمة أيضا، وهي صفات عامة في كل صاحب دعوة، مسألة يعني التواضع ومجانبة العجب. فالناس يعني يتأثرون بهذا الخطيب الذي مع منزلته ومع يعني مقامه في الناس فهو متواضع إليه، بعيد عن النظر إلى أدواته وملكاته وأسبابه، هذا يزيده في نفوسهم يعني قوة وتأثيرا، لأن الناس لا تحب من يلاحظ أدواته وملكاته ومن يعني يرى نفسه، هذا يصد الناس عنه. لكن إذا كان الخطيب مع تمكنه ومع قوة أدواته وسلامة يعني منطقه ونحو ذلك، لكنه متواضع، فهذا في الحقيقة تأثيره أعلى. ومع الأسف يعني كثيرا ما يداخل الدعاء هذه المعاني، مع الأسف يعني الركون إلى الأدوات والملكات والوقوف عند ثناء الناس ومدحهم، وقد يرسل الشيطان كثيرا من أعوانه إلى هذا الداعي الموفق، فلا يزالون يسمعونه من يعني جمل الثناء والمدح ونحو ذلك حتى يفسدوا عليه صفقته والعياذ بالله. كن هذا المداخل، إذا عجز الشيطان أن يفتنه يرسل إليه من يعني يصده، ولو أنصف صاحب الدعوة لعلم أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما هو فيه من توفيق فبالله سبحانه وتعالى، وأنه لولا الله كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في كل موطن قوة وإبراز يعني أو نصر أو نحو ذلك، كان الله تعالى يلقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، ولهذا وعى هذا المعنى، فكان لا يرى أبدا يعني نفسه. دخل مكة يوم الفتح متأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم، على غير عادة الفاتحين، الفاتح دائما يدخل يعني عبرنا وانتصرنا، كما قال يعني سعد بن عبادة هو داخل اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا، كلام شديد وقد يكون له وجه من الصحة وله نية صادقة، لكن هذا المعنى يخشى عليه من صاحبه. فإذا قرنته بموقف النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ الراية من سعد لما رأى هذا المعنى وأعطاه لولده، وهذا أيضا فيه يعني حسن السياسة، ثم قال يوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا، هذا المعنى أنفع للناس وأنفع أيضا على المستوى الشخصي، لأن الإنسان لابد أن يعلم كما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الإنسان في أي موقف يقفه لولا أن الله عز وجل يثبته ويفتح عليه ويهديه ويرشده، وأيضا يهدي له الناس الذين يستمعون، ويفتح لما يقول من الحق مغاليق قلوبهم وأسماعهم، لكان المسألة يعني وإلا فما من أحد إلا ويسمع له أو لا يسمع له. لما قال بعض التابعين لبعض الصحابة أظنه البراء يعني: هنيئا لكم صحبتم رسول الله،
صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه وجد منه، يعني عايز يقول لو احنا كنا ايضا نلنا هذا الشرف. قال له يا ابن اخي انك لا تدري، لقد صاحبه اقوام فامن به يعني بعضهم وكفر به بعضهم. ما يدريك انك لو ادركت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا بنتصور احنا لو ادركنا النبي صلى الله عليه وسلم هنكون مع ابو بكر وعمر دايما، ولا بد ما يدرينا ان احنا لو ادركنا يعني كان هناك معسكر ثاني وكان هناك طرف ثالث ايضا كافرون ومنافقون. اذا الله اعلم حيث يجعل رسالته. فيعني من المهم جدا الانسان يحرص على كسر نفسه بحيث لا ترتقي الى معاني العجب ورؤيه الملكات، والا فهذا من علامات فساد الزمان. حتى اذا رايت شحا مطاعا في حديث ابي ثعلبه الخشني، وهوى متبعا، ودنيا مؤثره، واعجاب كل ذي راي برايه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إذا وصل الناس إلى هذا المعنى يصبح الإنسان يعجب برأيه ويعني يلاحظ ملكاته وأدواته. عند الطبراني ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. فصاحب يعني الدعوة ينبغي أن يكون بعيدا عنه. أصل هذا الداء في الحقيقة يأتي من أن الإنسان دائما ينظر إلى كثرة من هو دونه، يعني اللي حافظ كلمتين وبيخطب خطبتين وحفظ له جزئين، فينظر الى عموم الناس الحاضرين في المسجد اللي هم مش هيزيدوا يعني عن عده الاف، وهو اصلا احيانا ما يكون بضع مئات، لكن لو فرضنا، ويرى كثره يعني الناس حوله وتاثر الناس به، ويغيب عنه ان هناك ممن هم فوقه اعلى بكثير. يعني اين علمك من علم العلماء؟ واين حفظك من حفظ العلماء؟ واين توفيقك من توفيق اصحاب التوفيق؟ واين هذا كله من يعني السلف الاول؟ اين هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا نحن تحت التحت في الحقيقه، لكن الفتنه تاتي من ان الانسان دائما ينظر الى من لا يحسن يقرا، من لا يحسن يفهم، وهؤلاء كثير، فيرى نفسه فوق هؤلاء. يعني هو ختم وهم لم يحفظوا شيئا، هو علم وهم لم يعلموا شيئا، لكن حتى علمه وحفظه وعمله ينبغي أن يقارنه بمن فوقه لا بمن دونه. فعدم التوفيق الذي يجعل الإنسان ينظر إلى من حوله ممن هم في الغالب يعني ليسوا على هذا المعنى الذي منحه هذا الخطيب أو هذا الداعية، هذا الذي يجعله يصاب بالإعجاب رؤية الملكات. وإلا دايما قارن نفسك يعني أهل العلم الموفقين، قارن نفسك يعني النماذج التي خلدها التاريخ في العلم والعمل والحال والدعوة، تجد أنك يعني لا تصلح أن تكون من العوام فضلا عن أن تكون من الخواص. فعلامة يعني ترى نفسك. قالوا: من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. هذا المعنى مهم، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. يعني في مسائل الديانة والعلم انظر إلى من فوقك تحتقر نفسك، وفي مسائل العلم المال انظر إلى من دونك تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ينتج من هذا يعني العيش السعيد في الدنيا والآخرة. من المعاني أيضا العامة التي يحتاج إليها كل داعية والخطيب يعني أخص الناس بهذا، معنى العلم وسعة الحلم وسعة الصدر، معنى الحلم وسعة الصدر، لأن كمال العلم في الحلم، ولين الكلام مفتاح القلوب كما قال صاحب الدعوة، لابد أن يكون يعني عنده من معاني الحلم وسعة الصدر، لأنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في علاج يعني الأمة واستخراج يعني مواطن الزلل والخلل فيها. ولهذا يحتاج إلى أن يكون أوسع الناس صدرا. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس تحتاج من يعني يقومها ومن يقوم عليها ومن يؤدبها، أن يكون عنده من سعة الصدر ومن الحلم ومن الصبر الجميل كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يأتيه الأعرابي فيقول له يا محمد، وهذا بداية الإشكال، يعني لا يحسن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الآيات تنزل يعني يا أيها النبي ويا أيها الرسول. هو بعيد العهد، عنده من جلافة الطبع، هو بحاجة إلى أن يتربى. الناس يأتوننا يعني لا نحاكمهم إلى أن يكونوا على الجادة، هو يأتي لكي يتعلم، فلا بد من الصبر. فهذا الذي يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، ما كان له داعي للجملة الأخيرة ولا حتى لدخلة الكلام، لكن هكذا الناس يصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة ليقعوا به فأخذه من بين أيديهم وأدخله داره، ثم أعطاه مرة واثنين وثلاثة، هل رضيت هل رضيت؟ ورجل يقول لا، هذا شأنه وهذا طبعه. وهكذا الناس يعني يعالجوننا على طبائعهم، ونحن بحاجة إلى أن نغير، لكن كيف نغير هذه الطبائع؟ صبر عليه مرة واثنين وثلاثة حتى قال الرجل قد رضيت، ما أحسن يعني حتى الرد، قال جزاك الله خيرا من أخي عشيرة، يعني الرد أيضا فاتر ماسخ كما يقولون. ومع هذا هو لا يريد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال له إن قد أزيت أصحابي فاخرج فقل قولا حسنا، وكأنه خايف عليه مش على، فخرج الرجل فيعني أثنى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد يعني انظر إلى سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، وكان من الممكن يقول له تأدب، بل كان يمكن أن يؤدبه، بل كان يعني له مخارج من الكلام والرأي لو قلنا إنه فعل به وفعل. لكن مهم جدا لصاحب الدعوة أن يكون واسع الصدر، ليس فقط في من يسيء إليه، في من يسيء التصرف عموما. الرجل الذي بال في المسجد، أعرابي آخر قام فبال في المسجد فهم الناس ليقعوا به. انظر الفرق بين يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وبين منزلة الصحابة، هم أفاضل جميعا، لكن في مواطن لا يتحملونها، يفعل هذا في المسجد فهموا به أيضا، فقال دعوه لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بولته، أريقوا على بولي سجلا من ماء أو زنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين. انظر هنا فإنما بعثتم ميسرين، يعني صاحب الدعوة لابد أن يفتح حتى لو كان التصرف لا يليق، حتى لو حدثت مفاسد أنت بحاجة إلى أن تعالج المفسدة لا أن تزيد المفسدة يعني إشكال. وإلا ماذا يحدث لو أنهم يعني أوقعوا به ولو أنهم أساءوا إليه؟ قد يرتد عن الدين، قد يعني يزيد الإشكال إشكالا. لكن الحلم وسعة الصدر وحسن التأتي والاستيعاب الموقف عموما واستيعاب المخالف، هذا الكلام كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة، وكانت الصلاة للتو نزل وقوموا لله قانتين، والصحابة عرفوا أنه منع الكلام، وقد كانوا يتكلمون في الأول في الصلاة قبل أن يمنعوا. الناس بلغهم هذا فامتثلوا، معاوية ما بلغوا هذا فهو معذور. فعلى عادته القديمة قبل أن ينسخ ذلك، واحد عطس في الصلاة فقال يرحمك الله، ما حدش رد عليه، فالراجل شك في نفسه وإيه اللي حصل، فجعل الناس يسكتونه ويخبطون على يعني أفخاذهم، فازداد الرجل قال ما لكم واسكل أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، يبقى زود الكلام بطريقتهم يسكتونه بطريقة، هو فعل أكثر. لكن في الحديث هو يقول فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا نهرني، يعني الرسول ما كان ألطف له. لما انتهت الصلاة تركه، ولما انتهت الصلاة قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر ويعني قراءة القرآن. انظر إلى تأثر الرجل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، بينما الصحابة اللي نظروا إليه واحد يبعث له رسالة ومش قادر يتكلم، يبعث له رسالة أحيانا رب لحظ أفصح من يعني كلامه، أحيانا النظرة تجرح، أحيانا تنظر للرجل أنت ما سببته، لكن هو يلمح سبك من خلال، فيها تجهيل، فيها يعني جرح، فيها إهانة، هو لا يتحمل هذا منك. فأن تكون واسع الصدر وأنت ما تذهب إلى مسجد ولا ترتقي منبرا وأنت متصور الناس جميعا كما تحب، وإلا فلماذا جئت؟ لو كان الناس جميعا كما تحب ما أنت جاي تعمل إيه؟ أنت جاي وعارف أن الناس يعني أبناء بيئاتهم، وهذه البيئات فيها يعني الأديب وغير الأديب، وفيها الكريم واللئيم، وفيها المؤمن البر والفاجر، وفيها كل طبق، وأنت تتعامل مع هذا كله لكي
ترتقي بهم في دينهم. فمن الطبيعي أنه ممكن تلاقي واحد يسبك، واحد يهينك، واحد يسيء الظن بك، واحد يقلب الحق الذي قلته باطلا، واحد عنده خلفيات سلبية فيها تلبيس وفيها كل هذا. نحن نتعامل معه بمنتهى السعة، سعة الصدر والحلم ويعني حسن التأتي، لأن هذه الرسالة التي ينبغي أن يعني يؤديها صاحب الدعوة عموما. ولا شك أن الخطيب يأتي في الصف الأول من صفوف أصحاب الدعوة، ولهذا كل خطيب ممكن أن يمارس دعوة، وليس كل ممارس دعوة ممكن أن يكون خطيبا، أن الخطيب في مقدمة الصفوف لأن له مواصفات خاصة كما سيأتينا في القسم الثاني من صفاته الصفات الخاصة. لكن هذه على كل حال الصفات العامة، ومنها أيضا الشجاعة في الحق، الشجاعة في الحق. وفي الصحيح أن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق أينما كنا وألا نخاف في الله لومة لائم. هذه ضريبة، ضريبة ولهذا يعني الخطيب معرض إذا اختلفت الأمور السياسية والأوضاع البيئية ونحو ذلك أن يعني يبتلى، بل لا يتصور تمكين إلا بعد الابتلاء، بل ما من نبي من الأنبياء إلا وأوزي ويعني وقف له قوم، وما من صاحب يعني منزلة من السلف. وأن تقرأ في التراجم، حتى إن في التراجم يعني من الأبواب الثابتة في كل صاحب ترجمة كما يقولون يعني مكوناته الأدبية أو يقول نشأته أو يعني شيوخه أو تلاميذه يقولون محنته. لابد أن يكون أن يمر الإنسان بمحنة ويمحص فيها ويبتلى، ولا شك أن هذا يعني وهذا في الحقيقة مرده إلى هذا، كيف يقف، هل يتغير، هل يتلون، هل يداهن، هل يعني قد يداري المدراء مشروع، لكن أن يداهن وأن يعني يغير قيمه وأن يترخص فيما لا يليق عموما أو لا يليق بمثله أو في هذا الموطن، هنا يظهر أهمية الشجاعة في الحق، وأن الإنسان يكون صاحب مواقف يعني محمودة ومقامات مشهودة هي في الحق أحسن وأولى وأهم ما يعني يحتاج الناس إليه من صاحب الدعوة. ولهذا في الحديث خير الشهداء حمزة رضي الله عنه: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، ولو أدى هذا إلى يعني أن يضحي الإنسان بكل ما يملك. وإلا ففي الحديث الآخر يعني فيهم فلان ما قالت الملائكة، قال: فابدأوا به فإنه لم يتمعر وجهه فيه. الرجل الذي لا يتمعر وجهه في الله عز وجل يعني في مواطن ومواقف كبيرة يسكت ويداهن ويمالئ ولا يغضب لله في موطن وجب فيه أو وجبت فيه الغضبة، لا شك أن هذا من أول من يعني لا يرضى الله عمل. فإياي كنت أحق أن تخشى، يعني كان ينبغي أن يخشى الله عز وجل قبل أن يخشى الناس. وأعتقد أن مثل قصة عبد الله بن حذافة الطويلة المشهورة لما أسر وحاول ملك الروم أنه هو يستميل بأي طريقة حتى وصل معه إلى طب قبل رأسي، بعدما يعني السلسلة الطويلة من التنازلات والثبات العظيم الذي حير هذا الفاجر نزل معه طب قبل رأسي وأنا أطلع لك كل أصحابك. واضح أن هذا فيه شجاعة في الحق في الحقيقة، يعني في هذه المواطن لا يعين عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هي عبارة عن معاني الصدق لما تغلغلت في النفس أحدثت من التوفيق الذي وقف هذا الإنسان أمام هذه الفتن بهذا الثبات. كان بعض الناس إذا في زمان الحجاج إذا قيل أجب الحجاج يأخذ كفنه معه، معروف الحجاج وقصته في التاريخ. فدخل عليه مرة يعني الأوزاعي وخرج فقالوا له: ماذا فعلت؟ قال: يعني استحضرت عظمة الله تعالى فوجدته كأنه يعني فأر أمامي. هذا كلام كان يقول الأدباء والكتاب من حيث الخيال العلمي، لكن أن يكون حقيقة فهذا يحتاج إلى قدر من التوفيق يورث هذه الشجاعة في الحق، يحتاج إلى كل المعاني السابقة، يحتاج إلى وضوح الهدف، يحتاج إلى يعني معاني الديانة، ويحتاج إلى وفرة العلم، ويحتاج إلى يعني الثبات، ويحتاج هذه المعاني في الحقيقة ينبغي أن يعد يعني الخطيب نفسه
يعني أمثالها. أتشهد أني بعض الناس الذين يعني ادعوا النبوة وقف أمام بعض الصحابة، أتشهد أن محمد رسول، يقول نعم. أتشهد أني رسول الله، يقول إن في أذني صمما عما تقول، يعني الكلام اللي ما يعجبوش يقول أنا مش سامع، مع إنه سامع الكلمة اللي قبلها. لما يقول أتشهد أن محمدا رسول الله، يقول نعم. يقول أتشهد أني، وكمان الثاني بيدعي، يقول إن في أذني صمما عما تقول، وهو يعرف أنه يعرض نفسه للموت. لكن ما الحيلة؟ ضريبة صاحب الدعوة أنه أهون شيء عليه هو يريد أصلا الجنة، ويعني يؤدي رسالة، ودايما الرسالة لابد أن يكون لها خطر، ومن خطرها أنه لا بأس عنده أن يعني لو ضحى في سبيل الحق. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: وددت أني عملت فيكم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما عملت سنة عملت فيكم سنة قطعة يعني شيء من جسدي حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. هو لا يهمه يعني حرصه على حياته أو على نفسه. من هذه الصفات أيضا العامة التي يتحلى بها كل صاحب دعوة والخطيب أخص الناس في هذا، القناعة في الدنيا والرضا منها باليسير. الناس في الحقيقة يعني يحاسبونك ليس إلى كلامك فقط، يحاسبونك إلى سمتك، يحاسبونك إلى يعني لباسك، إلى حركاتك، إلى طعامك، إلى شرابك، إلى لأنك تحدثهم عن قيم وعن معاني، ربما تحدثهم عن الزهد أو تنقل لهم زهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكتفون بهذا. وأين زهدك؟ تنقل لهم يعني ورع الصحابة، فأين ورعك؟ تنقل لهم القيم التي كان عليها السلف، أين هذا منك؟ فوجود هذه المعاني، وجود القناعة عند الداعية، وأنه ليس يعني صاحب دنيا، هذا المعنى مهم، لأنه يدعو الناس إلى أن يكونوا أصحاب دنيا، فلا صح أن يروه يخالف يعني فعله قوله. وهذا في الحقيقة من الفقه، إنما الفقيه كما قال الحسن: الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف عن أعراض المسلمين، المتعفف عن أموالهم، الناصح لهم. هذه صفات ثمانية، يعني من أعجب ما تسمعه من هذا العالم الرباني. لما قيل له يعني كان يفتي في مسألة، فقال بعض الحاضرين: ما هكذا يقول الفقهاء؟ فهو ترك المسألة وما عجبوش جمع الكلمة فقهاء في زمان الحسن في القرن الثاني، فقال له: ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ هذا في القرون الخيرية، وهل رأيت فقيها قط؟ ثم علمه كيف يكون الفقيه، قال: إنما الفقيه الراغب، إنما الفقيه الزاهد الراغب في الآخرة، الزاهد في الدنيا، الراغب في الفقيه بدينه الثالثة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف عن أعراض المسلمين، المتعفف عن أموالهم، الناصح لهم. هذه المعاني في الحقيقة يعني زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة، هذا معنى مهم جدا يحتاج إليه كل صاحب دعوة، وخصوصا هذا الخطيب الذي يصعد على المنبر ويرى الناس لباسه، ويرى الناس يعني سمته، ويرى الناس هديه، ويتعلم منه الناس هذا قبل أن يتعلموا منه الكلام. لهذا في الحديث في الأربعين: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. مسألة أن الزهد من أخص، قال بعض السلف، كان الشافعي يقول: لو أوصى رجل إلى أعقل الناس ينبغي أن يصرف إلى الزهاد، إن الزهاد هم أعقل الناس فعلا، أعقل الناس من ينصرفون عن الدنيا إلى الآخر، وهذا فعلا العقل، لأنه كما قال بعض السلف: لو كانت الدنيا يعني ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان أولى بالعاقل أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف وقد أثرنا خزفا يفنى على ذهب يبقى؟ فمقتضى العقل الحقيقي أن الإنسان يكون زاهدا في، لو وفق الإنسان بل لو عقل لزاهد في، لأن ما قيمة الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا يعني يقولون أن
من شرف الكلب المعلم على الكلب غير المعلم ان الكلب المعلم زهد مع انه كلب، والكلب يعني مثال الخسة والتمسك بحطام الدنيا، لكن شرف الكلب المعلم على الكلب غير المعلم بفضيلة الزهد، انه يصطاد لصاحبه ثم يترك الفريسة، يعني اذا زجره يذهب فيصطاد الفريسة ثم يتركها له ولا يأكل منها، هذا شرف عظيم. ولهذا الكلب المعلم يعني نوه بشأنه وهو في جماعة الكلاب، يعني له من الشأن. سبب هذا خلق القناعة والزهادة الذي يعني يرتفع به الكلب، فما بالك يعني الإنسان المكلف السميع البصير. ولهذا من أشد ما يتأثر به الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ينام على يعني وسادة حشوها ليف، وسادة من أدم جلد حشوها ليف، مع إنه في زمانهم كان الروم والفرس يتفننون في أعظم أنواع المتع. ما تتصور إنه أيامهم ما كان في، كان في يعني عجب، بل كان في زمانهم ما لا نعرفه نحن في زماننا. إحنا الآن بنسمع الزمرد والزبرجد والأشياء ونحن فاهمين في حق، وإذا كان تأثر بها، لكن هم كانوا يعرفون ما الفرق بين هذا وهذا، وأنواع الأحجار الكريمة وأنواع اللطائف والتحف والترف، كانوا يعرفون هذا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متقللا في معاشه، كان بيوت أزواجه يعني غرف، الواحدة عندها غرفة واحدة يعني سقفها يعني يقف بالكاد يقف فيه الإنسان، وقد فتحت الدنيا وكان يقسمها، كان يقول ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثلاث إلا شيئا أرصده لدين، إلا قلت للناس هاء وهاء، يعني خذ وخذ، يعطي ويقسم على الناس. فمعنى القناعة في الدنيا والرضا منها باليسير، كان يعني الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيوت أزواج النبس النار، وكان ربما يعني ربط الحجر على بطنه وكذلك أصحابه. هذا المعنى مؤثر جدا، إذا خاصة إذا كان الناس في قلة ورأوا صاحب الدعوة يعني يشاركهم هذا المعنى، وقد يكون غنيا لا بأس، الأمر واسع، ويعني يرى أثر النعمة عليه، لكن ليس على طريقة المترفين. يعني لا حرج أن إذا فتح الله عز وجل عليه وأدى حق الله عز وجل في ماله، لا حرج أن يظهر أثر النعمة، لكن ليس بطريقة المترفين وليس بالمبالغات وما لا يليق. الناس لا يحبون من صاحب الدعوة مثل يعني هذه المعاني، بل يحبون منه أن يعني يرى زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها، خاصة وأكثر الناس فقراء، فيحبون أن يروا هذه المعاني من صاحب الدعوة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمر وهو يصلح يعني بيتا له، فقال ما هذا؟ قال وها، فنحن نصلحه. قال ما أرى إلا أن الأمر أعجل من ذلك، وهذا أمر واسع، لكن الأمر أعجل من ذلك. يعني الإنسان دائما إذا جاءه شيء من الدنيا لا يبالغ، خصوصا أصحاب الدعوات. من الصفات العامة التي يتحلى بها كذلك التعفف واليأس مما بأيدي الناس. لا يزال الرجل كريما، يقول الحسن، لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم. يعني إذا بدأ يطمع في الدنيا فالناس يعني لا ينظرون له نفس النظرة. قال فإذا فعلوا ذلك استخفوا به، يعني الناس دايما الدنيا عندهم مؤثرة، فإذا طلبت منهم شيئا لا يعطونك، فاحذر هذا المعنى. فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه، ولذلك الغير مناسب من صاحب الدعوة يترك لأحد منة عليه. بعض الناس يعني قد يمتحنون الداعي والخطيب بأنهم يعني يعطونه شيئا ولو شيئا مباحا على سبيل الهدية والإتحاف والإلطاف ونحو ذلك، فيأخذ هذا باعتبار أن الأمر واسع، ثم بعد ذلك ينقلبون عليه، إما إذا خالفهم في رأي ألزموا برأيهم، وإما أن يذكروه وأن يعني
يستحلوا عرضه بأن يتكلموا في حق إن فلان يأخذ كذا، ولذلك صاحب الدعوة لابد أن يتعفف عن هذا، وأن يعني لا يقبل أحد شيئا من أحد إلا يعني في أضيق الظروف ممن أنزله منزلة خاصة وكان يتعامل معه من قبل هذا ومن بعده، وإلا كان هذا نوع من الرشاوة غير الجائزة، كما في فقه البيوع مثلا أن من كان عليه دين لأحد فلا يأخذ منه، إنك في أرض الربا فيها فاشن، فإذا يعني أعطوك أو فإذا دنت من أحد فأعطاك يعني قبضة من قمح أو شعير أو قط فلا تأخذها فإنما هو ربا. نفس المعنى صاحب الدعوة ينبغي أن يترفع عن هذا، وضابط ليس معنى هذا أنه قد يكسر نفوس بعض الناس، ضابط هذا تحقيق المصلحة ودفع المفسدة والحكمة في متى يعني يأخذ وكيف يأخذ وما المقدار في هذا، لأن بعض الناس يبالغ في الترخص حتى يعني يظن بعض الأغنياء أنهم اشتروا الخطيب أو اشتروا الإمام بأموالهم وإتحافاتهم وإلطافاتهم، فإذا خالفهم في قول فربما يعني كان موقفهم في إهانة لهذا الداعي. فقضية الإنسان يتعفف عن دنيا الناس هذا هو الأصل. ولهذا الحسن رحمه الله يعني لما قال أعرابي لأهل البصرة من سيدكم؟ قالوا الحسن. قال بما سادكم؟ قالوا احتاج الناس إلى ما عنده ولم يحتاج إلى دنيا الناس، يعني ما كان هو بحاجة إلى ما عنده، ما كان يأخذ من الناس شيء بينما الناس يحتاجون إلى ما عنده، فزهده عما في أيدي الناس وترفعه عن ذلك في الوقت الذي يحتاج إليه الناس جعله فيهم سيدا. ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم الوجه، تجهم يعني صار كالحا. من صفاته كذلك العامة الوقار والرزانة والسكينة، وهذه أيضا من أخص صفات يعني الداعي والخطيب أولى الناس بهذا، الوقار والرزانة والسكينة، يعني في مشيته في لباسه في جلوسه في منطقه في طريقة يعني مناقشته، في كل هذه المعاني في الحقيقة حتى في سكوته وصمته الناس يعني يراقبونه فيها لأجل أمرين، كي يتعلموا ويتأسوا منه وكي يمتحنوه في الحقيقة إذا خالف يعني ما يليق، لأن هذه المعاني يترتب عليها أن تكسبه المهابة والجلال أو تكسبه الخفة والطيش ويعني ما لا يليق مما يعني لا ينتفع به معه. ولهذا في حديث الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 أو من 24 جزءا من النبوة، السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. فحسن السمت هذا يعني له منزلة عظيمة، كان السلف يتعلمون هذه المعاني ويتناقلونها ويتوارثونها، هذه بالتلقي، كان بعض السلف يقول ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، ولا أشبه من ابن مسعود بابن مسعود من علقمة، ولا أشبه بعلقمة من إبراهيم، ولا أشبه بإبراهيم من فلان، سلسلة يأخذ الناس هذا يعني هذه المعاني بعضهم عن بعض. فهذه المعاني مما تورث ومما تتلقى ومما تتعلم، ليس فقط حدثنا فلان قال حدثنا فلان الذي يعني يتلقى، وإنما أيضا يتلقى معاني الوقار والسكينة والسمت. ولهذا في الحديث حديث عبد القيس قال رصاصة من الرجل، الحديث أشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسول. فالرجل قال يا رسول الله يعني بشيء اكتسبته أم هذا يعني من القلب من الله عز وجل، الحلم والأنا، هذه المعاني أيضا يعني من المهم أن يتعلمها الناس من، ولذلك الناس يحبون أن يعني يقتربوا ممن هذا شأنه، لأنهم يعني يجدون ملاحة ويجدون بركة ويجدون روحا
قد يفقدونها في كثير من الناس الذين يقل احتسابهم ويكون على سمت الموظفين، يعني لا يليق بوقار ولا بسمت صاحب الدعوة أن يتكلم في أشياء قد تكون مباحة وقد لا تكون مباحة من باب أولى. هذا لا يليق، يعني حتى بعض المباحات لا يليق، لا يليق أن يتكلم في أشياء الناس ما جاءوا إليه ليروا منه ذلك، أنه مثلا يكثر يعني ممازحته على نحو لا يليق بمثله، أنه يتكلم في بعض المعاني العامة التي لا مصلحة فيها كالتكرار الكلام في الأسعار وهذه الأشياء، لا يليق أنه يعني يرى منه ما لم يأتي الناس لأجله. هذا المعنى قد يخدش في وقاره وقد يقدح في سمته. من يعني أخص هذه الصفات أيضا الحكمة، والحكمة من أخص الصفات التي يتحلى بها صاحب الرسالة عموما، وحسن التأتي، ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يحمي جناب التوحيد بكل حكمة، وكيف كان أيضا يسوس الدنيا بالدين بكل حكمة. في مرحلة إقامة الدعوة وفي مرحلة بناء الدولة كانت الحكمة هي يعني شعار النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواطن التي يقف فيها. انظر كيف ترك قتال المنافقين، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة ولا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. كل هذه من الحكمة، يعني وضع الشيء في موضعه، يعني متى يفعل الشيء وكيف يفعله وعلى أي شيء يفعل، ولذلك قد يترك ما ينبغي أن يفعل لأن الحكمة في ترك، كما قال شيخ الإسلام ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، لأن الغالب أن تتعارض المصالح والمفاسد، فيكون حسن التأتي وحكمة صاحب الدعوة أن يعرف. وسيأتي معنا في التطبيقات العملية كيف يتصرف الخطيب في موقف مثلا ثار عليه الناس أو تكلم يعني بعض الناس بشيء أو قطعوه أو نحو ذلك. لكن عموما حرص الخطيب على الحكمة وحسن التأتي هذا يعني ملحظ عام، من المهم جدا أن يكون حريصا على إبرازه وأن يرى الناس فيه من حسن المعالجة وحسن يعني التأتي ما ينبغي أن يكون. ويعني من هذه الصفات أيضا، وسنكتفي بنحو 20 صفة من هذه الصفات، دوام المراقبة. فالخطيب وكذلك يعني كل صاحب دعوة يديم المراقبة لله عز وجل، لأنه في الحقيقة صاحب رسالة، ودوام المراقبة تجعله دائم المحاسبة لنفسه ودائم المحاسبة على أعماله ودائم المراجعة يعني دينه والتجديد لإيمانه والمعالجة لتوبته. البضاعة التي يعرضها على الناس من باب أولى أن يلتزم بها دائما، ما يعني يراجع موقفه في درسه وفي يعني كلامه للناس وحديثه ووعظه، هل أنت يعني كنت صادقا في هذا أو غير صادق؟ هل أنت قصدت بهذا وجه الله؟ هل لما رأيت فلانا تغير يعني قصدك؟ هل لما يعني قيل لك كذا غضبت؟ هل لما مدحت رضيت؟ هل أنت على هذا المستوى الذي يعني ينبغي أن يصل إليه الكبير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم؟ هل أنا فعلا عندي هذا المعنى؟ لا يعني آسى على شيء فاتني في الدنيا ولا أفرح بما جاءني منه. هل يستوي عندك المدح والذم، أم أنك يعني تفرح إذا مدحت وتغضب إذا يعني؟ وسوف يجد نفسه ولا بد غير ناجح في هذا المعنى، وبالتالي سيزداد حرصا على استشعار الخطب والمصيبة. نحن في الحقيقة في امتحان شديد، لأننا لو حكمنا أنفسنا إلى هذه المعاني لا يتصور أبدا أن يعني تكون النجاة، ولكن هنا يعني سددوا وقاربوا، هنا يظهر الانكسار الذي يكون عند صاحب الدعوة بفقدان هذه المعاني، والمجاهدة التي تجعله حريصا على أن يرتقي
إلى هذه، ومحاولة يعني تأديب النفس والاستفادة من آثار السلف الذين كان عندهم يعني إبداع عجيب وتوفيق عجيب في هذه المواطن. لكن إذا غاب عن صاحب الدعوة وعن الخطيب خصوصا هذه المعاني، وصار يخطئ الخطأ وراء الخطأ ولا يتحرج من مواطن الزلل، ويجد نفسه أحيانا يعني سوف يعني يكون منه ثمرة مرة، لكن حسبه أن يراقب وأن يعالج وأن يعني يراجع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية أصل في باب المحاسبة، والله تعالى يرضى منك بهذا دوام المراقبة، لأن هذا يجعل الحرارة باقية في نفسك، وبالتالي قد يرد الخطأ. كل بني آدم خطأ ونحن لسنا يعني معصومين، لكن الفرق بين الموفق وغير الموفق إن الموفق تعد أخطاؤه ويعني يقف عندها ويعالج نفسه، ولا يزال يعني يفتقر إلى الله عز وجل أن يعافيه منها ويجاهد نفسه ويشدد عليها، وغير الموفق يعني ينصرف عن هذا كله ولا يرى لنفسه إشكالا. من آخر ما نذكره عموما فيما يعني في الخصال العامة للخطيب التي يشاركه فيها كل صاحب دعوة، الصبر، فإن يعني الصبر من أهم المعاني التي يحتاجها كل صاحب دعوة، ابتداء من صبره على طاعة الله، لأن الناس يتأسون به في الطاعات ليس في مجرد الكلام، لابد أن يكون صابرا على الطاعة، صاحب ليل وصاحب يعني صيام وصاحب أوراد وصاحب أذكار وصاحب يعني مجاهدات في الطاعات، لأنه سيخبر الناس بهذا يعني يدعوهم إلى هذا، فلا بد أن يكون عنده حظ من هذا. والطاعة تحتاج إلى صبر، خاصة أنه مشغول عادة، مشغول ب يعني دعوته ومشغول بالتزامات ونحو ذلك، فلا يتصور أبدا أنه مع أن هذه الالتزامات تجعله بمنأة، وكأنه يقول للناس أما هذا فلكم وأما أنا فلست بصاحب ذلك. لا شك هذا غلط، وبالتالي يحتاج إلى أن يصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. يصبر كذلك عن المعاصي، فإنه كغيره من الناس غير معصوم، عنده من معاني الشهوة وعنده معاني الشبهات وعنده كغيره من الناس، ولهذا يحتاج أن يصبر إذا تعرض لفتنة. إذا يعني أصحاب الدعوة من أكثر الناس في الحقيقة تعرضا للفتن، وليس كما يعني صحيح الله عز وجل يعصمهم ويثبتهم إذا صدقوا، لكن الفتن واردة والد على الجميع. وهذا يوسف نبي الله تعرضت له امرأة العزيز، وكثير من السلف يعني ربما هذا جريج العابد تعرضت له أيضا المرأة البغي. إذن شأن هذا الطريق أن الشيطان إذا عجز عن أن يعني يفتنك بنفسه أرسل إليك من أعوانه وأصحابه، فتحتاج إلى الصبر عن المعصية كلما عرضت لك، وتحتاج إلى الصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة. يتعرض لك الكافرون، المنافقون، المخالفون، المبتدعون، الشيطان بكل ما يعني لديه من أسباب. هنا يحتاج الأمر خصوصا في يعني المعالجات التي يعالجها صاحب الدعوة، إذا كان يأمر الناس بمعروف، ينهى الناس عن منكر، يسعى في تغيير يعني بعض أنماط التفكير والمعاني الخلل التي في أفهام الناس، لا بد أن يعني يواجهوه أحيانا بالرفض وأحيانا بالإيذاء وأحيانا بالاتهام. كل هذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليه. وهل بعد أن اتهم في عرضه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ناهيك عن قولهم شاعر وساحر ومجنون كذاب وأساطير الأولين ونحو ذلك؟ كل هذا يعني ما لانت قناته ولا فترت عزيمته، بل بقي في دعوته صابرا محتسبا يمضي إلى يعني آخر الطريق، حتى يعني قبل الله عز وجل منه، وحتى فتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وأذانا صما وأعينا عميا، بصر به من العمى وهدى به من الضلال، وهو يعني الأسوة والقدوة والنموذج الذي يتأسى به كل صاحب دعوة خطيبا كان أو غير خطيب. هذه في الحقيقة بعض الأهم الصفات العامة التي يحتاجها كل صاحب دعوة، والخطيب ينبغي أن يقف نفسه
على هذه المسائل وأخواتها واحدة واحدة، وهو واجد خللا كبيرا في هذه المعاني، ومعني بمجاهدة نفسه في إصلاحها، معني بعلاج يعني الخلل. إذا وفق إلى هذا وحده من خلال النصوص المعروفة فبها ونعمت، وإلا يعني رجع إلى بعض خواصه من يعني وخلصائه ممن ينصحونه وشيوخه إن وجد، وهو في كل هذا مفتقر إلى الله عز وجل، سائل ربه أن يعني يقيل عثرته وأن يغفر زلته وأن يلوم شعثه وأن يقيمه على الطريق. ما دام على هذه المعاني فهو أحرى إن شاء الله تعالى أن يوفق. وهذا موطن الثقل في القضية كلها، الثقل الذي يجده كل صاحب دعوة، كل صاحب رسالة، كل خطيب يجد ثقلا. المسألة الأمانة ثقيلة، وبالتالي هذا الثقل إذا وجد في الحقيقة يخفف عليه الأعباء التي قد توجد عند الإنسان الطائش الخفيف الذي يتصور من الدعوة هذه يعني منحة ورثها، فهو يرتع فيها ويطيح في الناس وهمه مكاسب ومقاصد ويعني أعواض وأعراض وأغراض. هذا في الحقيقة سببه هذا الطيش وهذه الخف. لكن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، استشعار ثقل المسؤولية، وأن الكلمة أمانة، وأن الديانة أمانة، وأن الدعوة أمانة، وأن الخطبة أمانة. الخطيب الموفق كما سيأتينا في التفصيلات الداخلية، الخطبة عبارة عن حالة ولادة. الخطيب كأنه يعني نحن لم نجرب الولادة في الحقيقة، لكن نعرف منها أنها حاجة ثقيلة جدا، وأنها بالنسبة للمرأة يعني المعنى واصل لا يلزم التجريب. الخطيب أشبه ما يكون عنده تحضير الخطبة، من حيث لا من حيث هي كلمات تقال، هذه قد تخف على خفيف وعلى غير الموفق وعلى كل منافق يسهل عليه. كان ابن أبي يقف بين يدي الناس ويقول: أيها الناس، هذا رسول الله قد جاءكم بالهدى ودين الحق، فاستمعوا له وأنصتوا رحمكم الله. ثم هو من هو؟ ليست القضية في يعني منافق اللسان، لكن القضية في أن تقوم المقام الذي يرضاه الله عز وجل على النحو الذي يرضاه لك، بالطريقة التي يرضاها لك، مع يعني استشعار الضعف والعجز والفقر، وأنك مستعمل، وأنك يعني مبتلا، وأنك ممتحن. ثم ترجع بعد هذا إلى نفسك فتعالج وتصحح وتقوم. هذه في الحق ثقيلة يعني لا يتحملها كل أحد، ولهذا كان الكبار هم الذين يعني يظهر فيهم أثر هذا الكلام، يظهر في وجوههم، يظهر في يعني سمتهم. نحن بحاجة إلى أن تعمل فينا هذه الصفات بحيث توجد الداعية الرباني الموفق المستشعر للأمانة، صاحب الروح الذي يعني يقتبس منه الناس هذه المعاني من فعاله وحاله قبل أن يعني يقتبس ذلك من كلماته، وإلا ما أسهل الكلام. نحن يعني بحاجة إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى في هذا الامتحان والابتلاء الذي يعني إن وفقنا فيه فقد اختارنا الله عز وجل لذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا لم يكن التوفيق فإنه يعني يمكر بنا، وإننا نستدرج إلى يعني ما نسأل الله تعالى أن يجنبنا فتنته وعثاره. نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يعني يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا خيرا مما يقولون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا يعني وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.